بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد يه أمس تنياك في اللي هنال كسلة كبائر يا وران بعد لفارات تنياك في اللي نفس سلم قدل أورة النبرة يه نقريها على الجرس نم إن شاء الله بزيك في يتكرر النتوج إن شاء الله تناك علن نبيات صلى الله عليه وآله وسلم من الالو في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. هلت مسلم وجعله مسلم يهونه هلت سوت بسيف بطور مساريع كتغنانيو في اللفيت قالوا نالم القدالة بيقنانيو فالقاتل والمقتول في النار قدايم مواجم يأساتنا تشالو نبيه صلى الله عليه وسلم. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول الشي قدايهن قداينه وانجلين يعني يساتنا طيب يمواتوس قداين ليتنا ولاتو. قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه قدمون جي ودنيا ولا مقدل كفتنيا من يوت قوكوت النافل لاقوت نبرو نقروا على الساكة اللي تبلو قدمون جي أشنفون جي صباي قدمون رو السنبا قدلون نبرو تقدمونه انجي لمن ما سرجا مقدمو مندنو ويم لمقدل موصنو مياسايو مندنو مسار يزو متو على الصم لمكلاكل لم لبلو يهم لمقدل يهم لمقدل لمقدل لمتو عندو ليلاون قدمه سلازي هولتهم يأساتنا تشالو نبياتنا صلى الله عليه وسلم. يهين حديث ما اسم الكت قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله نزي الشيخ من إلاله هذا إنما يكون كذلك يهندي ونبت وعنا مكنيات إذا لم يكونا يقتتلان على تأويل بتساسات عن ملكاكت لي تمسرته قالت قد أدلونه مقدل يتشال اليمين أقوام نروت يتساسات عن ملكاكت يزو بزاكونا الزيوس لا يقبع يتشال إنما يقتتلان على عداوة بينهما يمي قد أدلوبت بمكاكلات شوت لا تشاوه يمصب نروات شو وعصبية زرنينت وقنتنينت نروات شو لزرنينت بلو مسلم وترس برسات شو مقدل للكبار وندنه ما من يوم قريا وستيقى باليه حرام نو شريعة تنك الكلاد القوال بزرن ينت يتنسى لزروا تشاتل وقنوا تشاتل بلن سنتوا تشاتل من القداد دلو بمذهب سم سنتوا تشاتل من القداد دلو حرام نو اي تشالب يهزي درجة لا اهدر سمنو زرن ينت اصلا في الاسلام حرام مكفى في الاسلامنا وست حرام نو اصلا يا الله سبحانه وتعالى قطعتنا بينيالي أو طلب دنيا أو طلب دنيا دنيا فلقو أو رئاسة أو علو ويم سلطان ويم بلاينة فلقو سرونا نوع. فأما من قاتل أهل البغي على الصفة التي يجب قتالهم بها أمس أنياهون سوتشن بأقبابو يتوقسو أو دفع عن نفسه ويم راس يتكلاكل راس سكلاكل يعني يقدلو ويم قدلو راس بمكلياتك أو متى سكلاكل قدلو يهي سوي قدايو بزي ساعات وانجلن يايكون مكنياتهم تقات متوبت يتكلكل سنه نبرنا او حريمه ويم مستون ويم بيت اللي دفر متانا قدله فانه لا يدخل في هذه الزيوس ايقابها مال لانه مامور بالقتال للذب عن نفسه غير قاصد به قتل صاحبه سو يوم مقدل اسبو ساهون لمكلاكل تفقل ولا تعال تزوان مكلاكل يترا يتكلكل بموت شهيدنا ما تشوفه مالتنا وهي تكلك يسويه مقدل عصبه سايهون مالتنا طبعا لما قدل عصبه كونه يتشال إلا إن كان حريصا على قتل صاحبه ومن قاتل باغيا أو قاطع طريق من المسلمين فإنه لا يحرص على قتله إنما يدفعه عن نفسه عندنا مثلا زرافيك أما يعني مسلم هنو اللي سرقه عند سرقه ويم اللي سرقه النبي متى كسبه لما قدر المقصب يلبت مكلاكل بتشان المقصب يلبت يتكلاكل إيال ليه مكلاكل أمتنو اسكا قرية كدرسه وانجلن يعني هو المتت إياك أو نميل له فإن انتهى صاحبه كف عنه ولم يتبعه كتكاتكاته كاقومنا كتكوتبه مكتات للبتم فإن الحديث لم يرد في هذه في أهل هذه الصفة بزينة ملكو لم يكلك لسوتر لم حديثه فأما من خالف النعت فهو الذي يدخل في هذا الحديث الذي ذكرناه أهن كتقسنا وجب على ملكو كهنا أهن يتقسنا ما يمو الله كهنا حديث استقطعي قبل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض كنيبو هلا ودكهد التقبار عدت ملسو ينق القراتو عندما يسايون قرال نبي عليه الصلاة والسلام ودى آخرا كهدوبو هلا مكست يدم مفاسس لنور النبي كل يسايون الله عز وجل لا سوق أتون لا ترجعوا بعدي كنيبو هلا عندت ملسو ودكهد التقبار يضرب بعضكم رقاب بعض كفيلو التاتو هي كفيلو التاتو نانقت يميك أج يميك اللي ستون ورزي تكبر التمنسو وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في فسحة من دينه من نيوم باريا بدين الله بسلام كما نورا يوجد سفيد النوروتي نورا لنا ما لم يصب دما حراما حرام يهون اندم اسكال نكا قزي درس بسلام نورا حرام اندم كنكا قن راس لا دقا عقال تعالى مالتنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء بسويت مكاكل مجمرة فرد ميكا هيرو با الله حق صلاتنا مجمرة بسويت حق وزور يا دموية مجمرة والثاني ميتا يوين مرمرة ميكا هيرو بمن قدانا للرسول صلى الله عليه وسلم بدم قدانا يسو دم عفسس قال دار اللم قال لنقر دار اللم ترى نقر دار اللم أسلم النانم أي وكلم دمن بقى في مسلمون دم ويم يا ليلاون هزب دم زنبلا ويم يعفسوا مسلمين يميلوا صوت أسلم النان أي وكلم يها ملكاكتاتشو يقول لا تشو عملكاكتناتشو عملكاكتنو بزي يمرمر له الله في تتيق له محاسبة يدرق له وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال دنيا مؤمن المجدل الله زند كدنيا موجد يباس عدقينيانه ويلالو وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره الكبائر تلك وانجل مبالو الإشراك بالله بأ الله لا يمع قارات لنا وقتل النفس واليمين الغموس نفس المجدلنا جهنم وسط يمين كر محلانا قالوا وقال صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفسا ظلما لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها لانه اول من سن القتل والحديث صحيح اخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه واحمد من الرسول صلى الله عليه وسلم من يوم نفس زي دنيا عليه بقف بدل كتقدلج يزيه وانجل درشا لمجمرا يا آدم لجلي درسال مكنياتهم واندم من مقدل وقن مقدل زمد مقدل يسولج مقدل يجمر وصصل هنا سلزي مجمرا وجماري يهن واقعون يا قنيا الله وقال صلى الله عليه وسلم مسلم بالشار اللهم يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن رائحتها لتوجد من مسيرة 40 عاما أخرجه البخاري زيلا من الالو نبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا معاهدي هنا نسو يقتل معاهد من دنه قريه ككفارة عند سلمنا ملكاكت ويمن الإسلام لا أردت تكفلوا يتأيهلوا يمجمروا الكافر المحارب نو تفعلامي كهدي الكافر نو كأمنة كمسلموت أمنة وجه نو أن مسلموت يميفالم يميواقا يكافر عينة ويم يكريستيانو عينة نو الذي اجتمعنا معه في معامع القتال ومواقع النزال يهي من دنو تورنت بكت تاكن تقا يقتم بمساريا بقول بيت بهل من اقر مالتنا في اللفت يقتمنا يهي تورنيا هنا كافري بالا اللي واقع يتنسانا اما التواقع هنا ولتن يو ذمي ميبالنا ذمي ميبالو قبر يكفل لمسلم مري قبر يكفلوا يمين ورناج سوستن يوچو معاهد ميبالو ناچو معاهد ميبال بقال كيدان تواولو كمسلمو غا مينورو مالتنا كمسلمو مدي غا يواولونا مسلم اگر بسلام ينورال اراتنيا مستامن ميبالو مكه متلايا يتسطو بمنغست فقاد مسلم اگر يمينور ويم عند مسلم فقاد يعني طللا كللا سطو سيابقا استغتو يانور يونه سو ليگلي نو بلو استغاني باكهله استغاو يه مستأمن يبالا النزي هلو أحكاما للاتو
شريعة لنزي هلو يكافي رأينتوش هقاس كمتوال هلن بان داينا عايم اسلمنا دا تفتافينو كافروتشن هلو يقلل وشتنا اسلمنا وس إلي لما ملعنو يهي اسلمنا تلاتوش يتوسنو عن كسوتشن حريثوشن بيتشا وسدو زنبلو اندلباتشو يمي قوزوبتنا يا شيخ سل اسلمنا بكافروتش لا يالو اقوان مني مسلال يميلو لما ملكت مولو ماسر الجام من ملكت يقدنو يالكو تمكتم لسانو يمي واقع يمي فعلم كافر كهنا يهي حكم قلتنا السم واقعات مقالل يقدنا قال الله فإذا لقيتم الذين كفروا اندهينت أنتن يمي واقع بي ساعتو يادب أنتن اللي قل يمي أصب يمي أتقع باقي يمي ساعتو هلو أنتن ما تفات ما تقعت أنتن مقلل يمي أصب كهنا قال الله فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب أنقتات شون كتو أتشالة حتى إذا أثخنتمهم فشدوا الوثاق لك بدن بريسا ككمرات شبو هلا ماركو نيازو اتشو وصارو اتشو فإما منن بعدو وإما فداء كذابو هلا طول النتوس كقباتو كماركات شو اتشو هلا كولت أندنو ويمن دم مسادك هنا اتشو لك اتشو بنس اتاوت اتشو انا كبر عساتشو انتاسك يراساتشو انمان النت اسكبر اتشو استبقاتشو تكتل اللاتشو ويمن دمو ليريلو تشو مسلم سرنيو تشو ماسلك كا ارقاتشو تتكمو اتشو اللاتشو حتى تضع الحرب أوزارها طور النتس كراق بقزية رسيل الله عز وجل ذمي يمي بالو تدقمو بمسلمو أقر وين بمسلمو قد ترسل نورو قبل يكفروا يمين وراتو النزيهن من منكات أي فكر اللتم نبي ياتشن صلى الله عليه وسلم كمشركوش قاب ما تتالو يعني قال لما زمس تهيلو لك كمشركوش قاب ستقنانيو من بلاتو قالو ورسوس نقروش تروتو عندنياون الشي كالواتشو تسمع مكان نسو قالنا النسون كمواغات تقو تبوالو عندنيا من دنو ودسلم الناطر واتشالو فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم الشي بلوك سلمو تقبلاتشونا قوما اتشون امنبتنا تواتشو خلاص النسون كماتكات اقوم الجهن سبسبال فإنهم أبو فسلهم الجزية انبي كالو قبر اندي كفلو نقراتشو انبي كالو الشي بلوك تعززو تواتشو انداتنا كاتشوال قبراتهم تكبر تكبروا ينور على لندما أنني يوم مسلم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم أنبي كالوا بالله تعجزنا قل وده طول النت تقبع الله إلان إذن قبر بعق بابو كفلوا يمي نورك هنا يبتعجون من نورك هنا لك كبو تطبقوا التي نورها لزهنوا علي بن أبي طالب من إلال إنما بذلوا الجزية حتى تكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا قبر يمي كفلوا بتوانا ومكنيات قنزباتشون دا قنزباتشون دماتشون دا دماتشون تكبرون لنورنا إن السن يقتل من آل رسول صلى الله عليه وسلم يا جنة شتى عياقين بمسلمو عقل وستي منور كمسلم من قصد قات اسمامتو قبر يكفل بسلام يمنور المس كافر مجدل يا جنة شتى يا سطال ما انه يالوت النبي صلى الله عليه وسلم نجا بسيفنا يمتو تبلو ميورى باتو نبي عليه الصلاه والسلام نجا يعني يالوت لب بلو اندزيهم دم معاهد معاهد بقال كيدان بقول تسمامتو يغبا معناتنا السنم يجدله يا جنة شتى يا غنيم يا جنة شتى يمغنيو 40 عمت دقت لا هونو نو يالو رسول صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاه والسلام ألا نكو عدام تعالو من قتل ومن قتل نفسا معاهدة لها ذمة الله وذمة رسوله يا الله أنه ملكتن يوك الكدان يتعزبتي هنا نفسي قدله كافري قدله فقد أخفر ذمة الله يا الله أنك على أفر سؤال ولا يرح رائحة الجنة يجنة شتى ما يقنيات مالو وإن ريحها ليوجد من مسيرة 50 خريفة يجنة شتى يمقنيو 5 متر كتله وأنو المصطفى صلى الله عليه وسلم تالع معاهد هنا كافر مقدل يزيني هالكتات كاللو مسلم مقدل من إنيا يكفان دهنا السبوت انكري هذا هو إسلامنا هذا هو ديننا يهنا وسلمنا اتشن يهنا ودينا اتشن يهنا ونقني يدينا تشن حقيقة مالتنا يهنا دانون حق تبقو باقبابو ياسكمت باقبابو ياستكاكل دين اندس اند اسلام يتين يوم دين يلم يتين يوم هايمانوت يلم بزي مدرقز تالي الله عز وجل يهنا نقر حرام ادرقو تال نبدا من ما اطفات بتعام كل كل ادرقو تال يعني يسوون مقدل من انيا يكفا كبار وانجل اندهنا بقلز
الله سبحانه وتعالى ياسك أمته نبي عليه الصلاة والسلام يدنققوت بحديثات شولا يكلكلوت نقر نومالتنا النزهم مسلمين بمقد الله يتبابره تمساساي وانجل الله نبياتنا عليه الصلاة والسلام من إلى الله كما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من أعانى على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله من إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم مؤمن بمجد الله بعندك قال قماش قال تسات في هذا الرقصو نجا الله فيت بمن السابت كيسي بقنبارو مهال كالله رحمة تسفايك ورد أنه يميل تسفو بيت يك أسك أسالي لالو صلوات ربي وسلامه عليه نقروا من يأكل يكبد من يأكل يكفى مهون الناس عينا زاري على ما تشن يسود بك اللالو يفسس كمن ما يكترم بعد سلطانو سلطانو لما استبك حابتامو حابتو لما استبك زرن ينتو زرن ياو زرن لما تبك አምባገነነቱ ለመጠበቅ ደም በቀላሉ ይፈሳል የዚህ ደም መፍሰስ ውጤት ሁሉ አላህ ፊት የሚያስጠይቅ መሆኑን ረስቷል ሰው ዘንግቷል የራሱን ስሜት መከተንና ማምለክ ብቻ ነው የሆነው ስራው ነገር ግን አላህ ይመረምራዋል እማ ያልፈው ነገር ቢኖር ይሄን ነው የሰው ሐቅ ላይ ጣልቃ ገብቶ ይቀር ልትለው ይገባል ብሎ ማንንም አያስገድድም አላህ ጀለ ፊዑላ የደም ጉዳይ የነፍስ ጉዳይ በጣም ከባድ ነው አላህ ይጠብቀን نفسن كما اطفات نفسن لما اطفات كما منيت الله سبحانه وتعالى يطبقا ليلو بسلم الناصب جهاد تبلو سيابقا يمدرغو عندان انقسقاسيوچ ستت ناتشو شريعان يطبقو انقسقاسيوچ بتام تكيتوچ ناتشو ابزانيوچو گن بباطل لا يتمسرتو بسميت لا يتمسرتو اسلمنان بتككل بالامي گنزب لا يتمسرتو اسلمنان يتوسنو اسلمنان سم لما اطفات اسلمنان مدفو طلا لما طلشت يمدرغ انقسقاسي ዋናው ቁም ነገሩ ስሙ አይደለም ስሞች አንዱ ስም ሲመጣ ሌላውን ስም ያጠፋል ስሞች ይተካካሉ ግለሰቦች ይቀያየራሉ እምንፈልገው አቋማቸው ነው አቋማቸው እስልምና የጅምላ ጥፍጣፋን አይፈቅድም እስልምና አጥፍቶ ማጥፋትን አይፈቅድም እስልምና ነፍስን ለአደጋ ማጋለጥን አይፈቅድም በወንድነት ፊት ለፊት ገጥሞ ጦርነት መቅጠምን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የፈቀደውና የሚፈልገው ማለት ነው ከዛ ውጪ ግን ጓዳ ለጓዳ እየዞሩ ከዛ ውጪ ግን ሌሎች እስልምና ማይደግፋቸውን የተወሰኑ ማስረጃዎችን ብቻ በመውሰድ በትክክል ባለመገንዘብና ባለመረዳት የሚደረጉ የደም አፍሰስ ጉዳዮች መቆም ይኖርባቸዋል አላህን عز وجل ንፈራባቸው يكبال الله عز وجل بسمانه من التقم يدرغن هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.